السلام عليكم. النهارده ان شاء الله هنكمل على السكاشن بتاعه ماده البايوتكنولوجي الجزء البراكتيكال بتاعنا. هكون معاكم انا يمنى حجات، مدرس مساعد الميكروبيولوجي والمناعه كليه الصيدله جامعه المنصوره. السكشن بتاع النهارده ان شاء الله هنتكلم عن تكنيك اسمه الاس دي اس بيج. الاس دي اس بيج ده واحد من التكنيكس اللي بتستخدم كتير جدا في اللاب بتاع الميكروبيولوجي، او في يعني خصوصا في الجزء بتاع البيوتكنولوجي. الـ SDS page ده اختصار، الاسم الأولانية دي اختصار لصوديوم دودوكايل سلفيت. الـ page زي ما هو مكتوب فوق هنا بولي أكريلاميد جل إلكتروفوريسيس. الحقيقة إن السكشن ده معتمد بنسبة كبيرة على السكشن بتاع الأجاروز جل إلكتروفوريسيس اللي اتشرح بعد جزء الـ PCR، اللي كنت بستخدم فيه الاجاروز جل علشان اقدر افصل عينات الدي ان ايه عن بعضها باستخدام التكنيك بتاع الالكتروفوريسيس. فلو حد ما شافش السكشن ده يا ريت يرجع له الاول وبعدين يجي على السكشن بتاع النهارده، لان هما مترتبين على بعض. التكنيك بتاع البولي اكريلامايد جل الكتروفوريسيس ده فرقه عن التكنيك بتاع الاجاروز جل الكتروفوريسيس، ان هناك كان بيبقى عندي عينات دي ان ايه كنت بفصلها عن بعضها باستخدام اجاروز جل. بحضر جل عباره عن اجاروز باودر بيتحط على بفر معين وبيتصب بطريقه معينه، وبعدين بحط العينات بتاعتي اللي هي فيها الدي ان ايه وبمشي كارنت بحيث ان الدي ان ايه علشان هو نيجاتيف تشارج فهيمشي من النيجاتيف ناحيه البوزيتيف فيبتدي يفصل على حسب السايز بتاعه. النهارده البولي اكريلامايد جل الكتروفوريسيس هو نفس التكنيك بالظبط، بس تكنيك بيعتمد على ان الجل عباره عن بولي اكريلامايد مش اجاروز زي بتاع الدي ان اي. طب امال بستخدمه في ايه البيج ده؟ البيج ده بستخدمه علشان افصل عينات بروتين مش عينات دي ان اي. ده الفرق اللي بين الاثنين عن بعض. طيب تعالوا نشرح كده التكنيك سريعا عباره عن ايه؟ علشان برضو نشرحه لازم نفتكر الأول التكنيك بتاع الأجاروز جل. لو افترضت إن هو ده الأجاروز جل اللي إحنا حضرناه، وزي ما قلنا في السكشن بتاع برضو البي سي آر والأجاروز، إن إحنا بنحط الباودر بتاعة الأجاروز على بفر، والبفر ده بيكون ليه بي اتش معينة، وبصبهم هما الاتنين بالطريقة دي، بيبقى في عندي لانز فوق أو الفتحات الويلز اللي فوق دي هي دي اللي بحط فيها العينات بتاعتي. ممكن أحط عدد من العينات على حسب عدد اللانز اللي معايا. بعد كده كنت بحط الجل ده كله في تانك. التانك ده حاجة كبيرة بيتحط جواها الجل، وبملى التانك ده بفر بحيث برضو ان هو يوصلني الكرنت اللي هيمشي. بعد كده العينات موجودة فوق هنا، انا عايزاها تتحرك على الاجاروز جل نفسه. فبعمل ايه عشان هي تتحرك؟ طبعا الدي ان احنا عارفين ان هو نيجاتيف تشارج، فعلشان يتحرك لازم اوصله النيجاتيف ناحيته والبوزيتيف تحت علشان هو يبدا يتحرك من فوق كده لتحت. هيفصل ازاي؟ فلنفترض ان انا حطيت هنا عينه من اتنين دي ان ايه مع بعض. العينه دي فيها واحد دي ان ايه السايز بتاعه كبير وواحد السايز بتاعه صغير. طب هيفصل على اساس ايه؟ الوقت الجل المفروض ان هو الاجاروز جل ده متحضر بيه تركيز معين. خلينا نتخيله ان هو زي السفينه من جوه. طيب علشان المولكيول بتاع الدي ان ايه يتحرك هيبدا يتحرك من الفتحات اللي موجوده جوه السفينه دي. طيب لو الاجاروس تركيزه عالي، انا محضره الاجاروس جل تركيزه عالي، كل ما تزود تركيز الاجاروس كل ما تطلع السفينه دي اتقل. اتقل يعني ايه؟ يعني الفتحات بتاعتها هتبقى اصغر، وبالتالي هتخلي دي ان ايه الكبير ما يعرفش يتحرك خالص من خلالها. طب على الناحيه الثانيه لو قللت التركيز بتاع الاجاروز، كل ما تقلل التركيز بتاع الاجاروز يطلع الجل بتاعك خفيف. يعني ايه خفيف؟ يعني الفتحات بتاعته كبيره. طب لما تبقى الفتحات بتاعته كبيره هتخلي اي دي ان ايه يعدي منه بسرعه من غير ما يلحق يفصل اصلا. وبالتالي انا ببقى حاجه كريتيكال جدا سواء في الاجاروز جل الكتروفوريسيس او في البولي اكريلامايد جل الكتروفوريسيس، ان انا اعرف احضر تركيز الجل بطريقه مظبوطه بحيث ان هو ما يبقاش لا عالي قوي بحيث ان الدي ان ايه او البروتين مش هيتحرك، ولا قليل قوي بحيث ان هم كلهم هيتحركوا بنفس السرعه. فبيبقى كريتيكال جدا ان احنا نحضر التركيز مظبوط.
ده كان بالنسبة للدي ان ايه. طبعا هيبدأ يتحرك على حسب السايز بتاعه، معروف ان الدي ان ايه الصغير علشان هو صغير هيعرف يتحرك بسرعة من الفتحات بتاعة الاجدوسجل ويبدأ يتحرك اسرع على الجين. اما الدي ان ايه الكبير هيجي يتحرك، طالما هو كبير هيبدأ يتحرك ببطء من خلال الفتحات اللي موجودة دي، وبالتالي هيتحرك ابطأ كتير من الدي ان ايه الصغير اللي هو هينزل فيه، وبالتالي هيبدأ يفصل لي بندات. البندات دي هي بتاعة الدي ان ايه اللي كان موجود معايا كمكشر في الويل الاولي. طيب تعالوا بقى نشرح على الاجارو على البولي اكريلامايد جل الكتروفوريسيس. احنا قلنا ان هو تكنيك مشابه جدا للتكنيك بتاع الاجاروز، كل الفرق ان انا بستخدم حاجه اسمها بولي اكريلامايد علشان احضر بيها الجل بتاعي. طيب هجيب البولي اكريلامايد وهحضر الجل، هحط البولي اكريلامايد برضو ليه باودر وبحطها وبحط عليها بفر وبسخنهم مع بعض وبصبهم. لما هيتصبوا هعمل برضو لينز او فتحات، انا بشرح الفكره بس سريعا وبعد كده هدخل في التفاصيل بتاعتها. هعمل اللينز او الفتحات بتاعتي دي، في كل لين منهم هبدا اعمل ابلكيشن للعينه بتاعتي بتاعت البروتين. ممكن احط هنا عينه، ممكن احط هنا عينه رقم واحد، وهنا مثلا عينه رقم اثنين، وهنا العينه رقم ثلاثه، وهكذا. كل عينة هيبقى فيها ميكشر مثلا من اتنين بروتين مثلا، او هفترض ان العينة رقم واحد دي كانت عبارة عن ميكشر ما بين اتنين بروتين، واحد كبير واحد السايز بتاعه كبير وواحد السايز بتاعه صغير. طيب بعد ما هحطهم هعمل ابلكيشن ليهم، هبدأ احط الجل ده كله في تانك زي ما عملت مع الاجاروز، والتانك ده هملاه بفر بحيث ان هو البفر ده يبقى فيه الكترولايتس تبدا توصل لي الالكتريك كارنت اللي انا هوصله. طيب المره اللي فاتت كان الدي ان ايه اصلا نيجاتيفلي تشارجد، فعلشان كده اتحرك معايا من فوق لتحت. هل البروتين نيجاتيف تشارج او بوزيتيف تشارج؟ لا، البروتين نيوترال، هو ملوش حاجه، ملوش تشارج. طب امال انا هعمل ايه علشان احركه؟ ما هو طالما ملوش تشارج يبقى لو حطيت عليه الكتريك كارنت مش هيتحرك. عشان كده انا بحط على عينات البروتين قبل ما اعمل لها ابلكيشن بحط عليها حاجه اسمها اس دي اس. الاس دي اس ده لو تفتكروه كده هو صوديوم جلوكايل سلفيت، ده نوع من انواع السيرفاكتنت. اس دي اس نوع من انواع السيرفاكتنت. الاس دي اس ده بيعمل حاجتين، اول حاجه ان هو احنا عارفين طبعا ان البروتين بيبقى في الصوره اللي هي البرايمري الاول، بعد كده بيحصل له بيرتبط بطريقه معينه وبيلف على نفسه بطريقه معينه عشان يبقى سكندري، وبعد كده بيعمل له بيحصل له كويلنج اكتر ويبقى تيرشري، بعد كده ممكن كمان يبقى كواترنري. طيب الاس دي اس ده بيعمل ايه؟ ده بيكسر الكواترنري والتيرشري والسكندري ستراكشر بتاعه البروتين. ما هو مش منطقي ان انا علشان افصل بروتين افصل وهو كويلد على بعضه، وهو كويلد على بعضه ده مش السايز الاساسي بتاعه، انا عايزاه يتفك خالص علشان اقدر احكم عليه على حسب السايز بتاعه. طب هفكه بايه؟ هفكه بالاس دي اس ده، هيكسر لي الكواترنري والترشري والسكندري ستراكشر بتاعه البروتين. طيب هيعمل ايه كمان؟ الاس دي اس كمان هيبدا يغطي البروتين بنيجاتيف تشارجز. لما يغطي البروتين بنيجاتيف تشارجز كده انا هقدر اعمل التكنيك بتاع البيج بحيث ان انا افصل البروتين باستخدام التشارج النيجاتيف اللي اتحطت عليه باستخدام الاس دي اس ده. تمام كده؟ يبقى هحط على العينه بتاعتي اس دي اس، عرفنا الرول بتاعها ايه. لما احط على العينه الاس دي اس بتاعي هتبدا ان هي لما تتحط كده وتتحط في التانك ويبدا الالكتريك كارنت يمشي، هتبدا ان هي تتحرك هنا على حسب ايه؟ هتتحرك بس على حسب السايز بتاعها. زي ما قلنا في الدي ان ايه بالظبط، لو البروتين كبير يبقى مش هيقدر يتحرك بسرعه من خلال الشبكه او من خلال السفنجه اللي موجوده دي، فهيبدا يظهر البند بتاعته فوق. لو البروتين صغير هيبدا يتحرك اسرع شويه وهتظهر البند بتاعته تحت. تمام كده؟ كل لين هيبدا البروتينات بتاعتها تتحرك على حسب السايز بتاعها. انا هعرف منين ان لو ده مثلا ميكشر من اتنين بروتين، انا هعرف منين البند الاولانيه بتاعه البروتين انهو والبند الثانيه بتاعه البروتين انهو، او عند سايز كام؟ هعرف منين السايز بتاعها ده كام؟ انا عارفه ان ده كبير وعارفه ان ده صغير، بس كام بقى السايز؟
زي ما عملنا برضو مع الاجاروس جل الكتروفوريسيس بالظبط، انا باجي على اللين الاولانيه من الناحيه الثانيه وبحط فيها حاجه اسمها لادر. هناك كان اسمها دي ان ايه لادر، هنا اسمها بروتين لادر او بروتين ماركر. عباره عن ايه بروتين لادر ده؟ بروتين لادر ده عباره عن ميكشر، الشركات بتبقى مصنعه ميكشر من كذا بروتين، كل بروتين معروف السايز بتاعه. لما بتحطها على الجل وبتعمل رن للجل بتاعك بتبدأ تفصل معايا بندات، البندات دي بتبقى معروف السايز بتاعها، يعني الشركة محضراها ستاندرد، عارفة السايز بتاعها قد ايه، يعني عارفة مثلا ان البند الأخيرة دي السايز بتاعها 100، البند اللي فوقها السايز بتاعها 200 300 400 وهكذا. تمام، 100 200 300 400 500. مثلا بالمنظر ده مثلا بالمنظر ده ده كده بيبقى عبارة عن اللادر بتاعه. طيب إيه لو ظهر معايا البند بتاعتي هنا قصاد البند دي وهو قايل لك في اللادر ان البند دي السايز بتاعها 100، يبقى معنى كده ان البروتين اللي ظهر معاك هنا 100. طب ظهرت مثلا هنا وهو قايل لك ان البند دي السايز بتاعها 800، يبقى معنى كده ان السايز بتاع البروتين ده 800 وهكذا. طب المره اللي فاتت كان السايز بتاع الدي ان اي بالبيز بير، صح لو تفتكروا؟ المره دي السايز بتاع البروتين بيتقاس بحاجه اسمها كيلو دالتون، كيلو يعني 1000، كيلو دالتون، كيلو يعني 1000 ودالتون ده وحده القياس بتاعت البروتين. تمام، ده كده سريعا الفكره بتاعه الاس دي اس بيج وازاي هقدر افصل بيها عينات البروتين بتاعتي. دي الفكره ببساطه، هنبدا بقى ندخل في التفاصيل بتاعتها. اولا اهم حاجه لازم تعرفوها من الحاجات الاساسيه جدا انتوا لازم تعرفوها، انه علشان احضر بولي اكريلامايد جل انا بحضر طبقتين جل، مش بحضر طبقه واحده زي ما كنت بعمل مع الاجاروس جل، لا ده انا بحضر طبقتين. الطبقة الأولانية بيبقى اسمها separating gel، دي هي الطبقة اللي بتبقى تحت، ده كده separating gel. والseparating gel ده تركيز البولي أكريلامايد فيه بيبقى عالي، وبالتالي هو بيبقى تخين، معنى كلمة تخين أو تقيل معناها إن البور سايز بتاعه صغير إلى حد ما. ده هو الجل اللي بيبقى كريتيكال جدا ان احنا نظبط له تركيز البولي اكريلامايد بتاعه بحيث ان هو يبقى مناسب لا كبير قوي ولا صغير قوي زي ما شرحنا من شويه. طيب انا بجيب الجل الاولاني ده بحضره وبصبه، وبعد ما بيتصب بسيبه يجمد في الجهاز، بعد ما بيجمد بروح صبه فوقه نوع جل تاني اسمه السيباريتنج جل، اسمه سوري الستاكنج جل، الاولاني اسمه السيباريتنج جل والتاني اسمه الستاكينج جل. الستاكينج ده هو اللي بيكون فيه اللينز بتاعتي او الويلز بتاعتي، الفتحات اللي هحط فيها عينات البروتين. الستاكينج جل بيبقى تركيز البولي اكريلامايد بتاعه قليل جدا. فلما يبقى قليل جدا معنى كده ان الطبقة دي هتبقى خفيفة قوي، وما تبقى خفيفة قوي معناها ان الفتحات بتاعتها هتبقى كبيرة قوي. طب انا ليه بعمل الطبقة دي؟ بعمل الطبقة دي بحيث إنه أنا عايزة أثبت إن الـ starting point بتاعة الفصل تبقى واحدة، بمعنى لو أنا عندي مثلا هنا بروتين كبير قوي وهنا صغير قوي وهنا واحد في النص ما بينهم وهنا اللادر بتاعي، أنا عايزة أعمل الأبلكيشن بتاعي وبعدين أخليهم كلهم يقفوا عند نقطة واحدة بس يبدأ من عندها السيبريشن، عشان السيبريشن بتاعي يبقى accurate. يعني لو أنا ما عنديش طبقتين، لو أنا هنا ممكن على ما احط دي لو هي كان السايز بتاعها صغير قوي، على ما احط اللي بعدها واللي بعدها واللي بعدها تكون هي اوريدي بدات تتحرك لوحدها من غير ما اوصل كرنت اصلا. فانا عايزاهم كلهم يبقوا واقفين عند نقطه معينه يبداوا من عندها الفصل لما انا اوصل الكرنت، بحيث ان كلهم يبقى عندهم نفس الستارتنج بوينت، بحيث ان الفصل على السيبريتنج جل يبقى اكيوريت. فعلشان كده بحضر الستاكنج جل ده وببدا احط فيه العينات بتاعتي، وبعدين هي كلها بتتحرك، تبدأ تتحرك لغاية ما تعدي التركيز القليل ده وتيجي عند التركيز العالي وتروح واقفة. أبدأ أوصل الكرنت بتاعي بحيث إن هي تبدأ تتحرك من نفس الستارتنج بوينت.
في نقطة تانية برضو عايزين نفتكرها، احنا قلنا قبل كده برضو في السكشن بتاع الـ PCR والأجاروز، قلنا ان عينة الـ DNA اللي انا بحطها بتبقى الثقل بيبقى الايه الدنسيتي بتاعتها قليلة، فلما تبقى الدنسيتي بتاعتها قليلة وبتبقى طبعا كالرلس، سواء الـ DNA او البروتين وزنه بيبقى قليل وبتبقى ملهاش لون. طب انا الجل ده حطاه وحطاه في تانك، والتانك ده مليته بفر، البفر ده حاجه زي الميه شفافه، البفر ده ملأ الويلز اصلا، يعني الويلز دلوقتي سواء هنا او هنا مليانه بفر. علشان احط العينه بتاعتي هنا في اللين دي مثلا، انا محتاجه ان وزنها يبقى تقيل اولا علشان تنزل في البفر، ما انا ممكن احطها تروح خارجه لي تاني، لا ده انا عايزه احطها تروح نازله جوه الويل ما عادتش تتحرك منها. طيب دي حاجة. تاني حاجة أنا عايزة أديها لون عشان أما أبقى أجي أعمل أبلكيشن أبقى شايفة أنا بعمل إيه. فعشان كده في أثناء تحضير العينة برضو بتاعة البروتين، جنب إن إحنا حطينا SDS وعرفنا خلاص الرول بتاعه إيه، دايما بحط كمان معاها جليسرول. الجليسرول ده بيزود لي الوزن بتاع العينة بحيث إن هي تنزل في الول، وبحط عليها كمان بروموفينول بلو، دي صبغه بحيث ان هي توريني وانا بعمل ابلكيشن العينه بتتحط في الويل ولا بتتحط بره، ولا توريني انا بعمل ايه. دي حاجه. تاني حاجه المفروض ان دي عينه بروتين صح، والبروتين احنا عارفين ان هو بيتكسر بانزيمز معينه اسمها البروتينيز، بيحصل له بروتيوريسيس صح. طيب عينه البروتين دي انا بجيبها منين اصلا؟ انا بفصل عينة البروتين دي من تشو معين او من سيلز معينة، بفصلها بطريقة معينة مش مطلوب منكم قوي تعرفوها، هقول لكم بس كلمتين عنها سريعا واحنا بنشرح كده. العينات دي لما بتبقى موجودة في تشو معين او في سيل معينة بيبقى حواليها اصلا انزيمز زي اللي هي زي البروتينيز. لو انا سبت الانزيمز دي مع العينة من غير ما اشيلها او من غير ما اعمل لها دي اكتيفيشن، ايه اللي هيحصل؟ هتشتغل الانزيم دي على العينه فهتكسر لك البروتين بتاعك. طيب امال ايه الحل؟ الحل ان انا بجيب بحط معاها حاجات، الحاجات دي تمنع ان الانزيمز دي تشتغل. طيب زي ايه؟ زي ان انا احط، احنا عارفين ان الانزيمز المسؤوله عن البروتيوليسيس طبعا بيبقى الكالسيوم والمغنيسيوم كاتاليست ليها، او ده الحاجه اللي بتخلي الانزيم يشتغل. طيب انا لو شلت الكاتاليست ده ايه اللي هيحصل؟ الانزيم هيقف، ما عادش هيشتغل، ما عادش هيعمل البروتيوليسيس بتاعه. وبالتالي وانا بحضر العينه كمان جنب الاس دي اس والجليسترول والبروموفينول بلو، بحط معاهم كمان اديتا. الاديتا هنا وظيفتها ايه؟ الاديتا هنا وظيفتها ان هي تشتغل كليتنج ايجنت، تعمل كليشن للكالسيوم والمغنيسيوم بحيث ان هم ما يشتغلوش ككاتاليست للبروتيوليتيك انزيمز. تمام؟ طبعا بحط معاه كمان حاجه تظبط لي البي اتش بتاعتها، زي تريس مثلا. تريس برضو اتشرح في الاجاروز جيل الكتروفيزز، هو نوع من انواع البافرز بتظبط لي البي اتش. لو تفتكروا ان انا قلت لكم ان الاس دي اس كان بيكسر الكواترنري والترشن والسكندري ستراكشر وبيسيب البرايمري ستراكشر ما بيعملش فيها حاجه. البرايمري ستراكشر اللي هي عباره عن ايه؟ لو ده كده البروتين، البروتين ده اول كويلنج ليه او اول بوندز هيبدا يعملها ان هو هيعمل كوفالنت بوند ما بين اي 2 اس فيه، اي 2 سلفر فيه، ادي واحده مثلا والثانيه، يبدا يعمل ما بينهم كوفالنت بوند. طيب الاس دي اس ده ما عندوش القدره ان هو يكسر لي الكوفالنت بوند اللي موجوده ما بين الاثنين ثيول اللي موجوده ما بين الاثنين سلفر دي. طيب امال هعمل ايه؟ بحط ريديوسنج ايجنت، حاجه اسمها الدي دي تي. دي تي طبعا كل الكلام اللي انا بشرحه ده لسه موجود مكتوب قدامكم بعد كده في الباوربوينت، انا بس بحب اشرح كده وبعدين نبدا نقرا بقى الكلام اللي موجود. حاجه اسمها الدي دي تي او حاجه اسمها التومر كابتو ايثانول، الاثنين دول وظيفتهم ان هما ريديوسنج ايجنت بحيث ان هما يكسروا لي الكوفالنت بوند اللي موجوده ما بين الاثنين سلفر دول، بحيث ان هما يفكوا لي بقى البروتين خالص، ما يبقاش فيه اي بوند خالص، ما يبقاش فيه اي كويلنج خالص، علشان يبدا يفصل على حسب السايز بتاعه. تمام. طيب حضرت العينه بتاعتك وحطيتها في مكانها في الويلز بتاعتها، ووصلنا طبعا النيجاتيف هيبقى فوق والبوستيف هيبقى
تحت، وهيبدأ العينات بتاعتي تتحرك بالليفنج تشارج اللي اتحطت لها بسبب الـ SDS، تبدأ تتحرك وتفصل على حسب السايز بتاعها. طيب أثناء ما العينات بتتحرك في الجهاز، هل أنا شايفة أي حاجة؟ هل في أي حاجة ليها لون؟ آه، لو نفتكر إن العينات وإحنا بنعمل لها أبلكيشن أصلاً كنا بنحط عليها صبغة اسمها بروموفينول بلو. البروموفينول بلو دي هتبدأ تتحرك بسرعة عاملة إزاي؟ البروموفينول بلو السايز بتاعها صغير جدا جدا جدا، أصغر من أي سايز ممكن يعدي عليه. حلو، يبقى طبيعي هيتحرك إزاي؟ يتحرك بسرعة جدا، هلاقي أسرع حاجة بتتحرك هي البروموفينول بلو، بمعنى إنك هتلاقي خط أزرق كده اللي هو بتاع العينات كلها بدأ يتحرك معاك، كان هنا وبعدين يبدأ ينزل، يبدأ ينزل أكتر ويبدأ ينزل أكتر. طب انا امتى هعرف ان انا خلاص اوقف كده، ان انا خلاص العينات كلها جرت او مشت على الجل؟ هوقف لما تلاقي البروموفينول بلو بتاعك وصل لاخر السيبريتنج جل، معناها كده ان انا اوقف خلاص الكرنت، اوقف الكهرباء اللي ماشيه دي، وابدا بقى اشوف الجل عامل ازاي. طيب خلصت وفكيت الجهاز والبروموفينول بلو وصل للاخر وفكيت الجل وطلعته، هل انا شايفه حاجه؟ لا مش شايفه حاجه. طيب امال هشوفه ازاي؟ زي ما عملت مع الاجاروز هعمل هنا. الاجاروز احنا حطيناه على يو في، وكان في طريقه تانية ان انا ممكن اصبغه، بس يعني مش دايما بنصبغه، احنا دايما بنعتمد على ان انا بحطه على يو في. لا هنا بقى انا هصبغ الجل ده، بيتصبغ بطريقه معينه بصبغه معينه اسمها كوماسي بلو. كوماسي بلو هي صبغه بتمسك في البروتين وتربط فيه وما عادتش تسيبه، بتربط بالريفرسبل بوندنج مع البروتين، وبالتالي هيظهر عندي بندات لونها ازرق بعد ما اخلص التكنيك بتاع الصبغه بتاعي، هيظهر عندي بندات لونها ازرق. طيب هعرف السايز بتاعها ازاي؟ هتعرف السايز بتاعها نتيجه ان احنا حاطين برده في اللين الاولانيه ماركر للبروتين. طيب الماركر بتاع البروتين فيه منه نوعين، نوع بيبقى ستيند مصبوغ او اسمه بري ستيند، ونوع بيبقى ان ستيند، وده هيجي بعد شويه برده. النوع اللي هو unstained، unstained مش مسبوق، تفتكروا ده يعني ايه؟ يعني الشركة مصنعهولي من غير لون، مش اخد لون. طب امال هيتصبغ امتى؟ هيتصبغ مع الجل عادي لما احط الجل بتاعي في الصبغة، زيه زي البروتين، هو عبارة اصلا عن ستاندرد ميكشر من بروتينات مختلفة معروف السايز بتاعها، فهو علشانه بروتين هو هيفصل بندات هنا، بس انا مش هشوفها الا لما اسبغ الجل بتاعي، ده ال unstained. طب امال في نوع تاني اسمه بري ستيند، البري ستيند ده اللي هو ايه؟ لا ده الشركه اصلا مصنعهولك اوريدي اخد لون، اوريدي متصنع بحيث ان كل بنده كمان بتبقى اخد لون. طيب ده هشوفه بعيني على الجل وهو بيجري كده على الجل، بيتحرك على الجل؟ اه هتشوفه بعينك وهو بيتحرك. طب امال لما يدخل الصبغه، لما الجل يتحط في الصبغه ايه اللي هيحصل للادر ده؟ لا مش هيحصل له حاجه، هيفضل بالوانه زي ما هو كده قدامك اخد الوان بس كده. طبعا هتشوف البند بتاعتك موجوده قصاد اي بند فيه اللادر، يعني اللادر هيبقى فاصل بندات هنا، وهبدا اشوف البند بتاعتي قصاد البند الفلانيه يبقى هي السايز بتاعها كذا، البند بتاعتي هنا قصاد البند دي يبقى السايز بتاعها كذا. بس ده باختصار التكنيك بتاع الـ SDS page. هنبدا بقى نرتب كل الكلام اللي احنا قلناه ده تاني في صوره كلام مكتوب قدامنا، بحيث ان احنا لما نيجي نذاكر نعرف نستوعب الكلام اللي بيتقال. يبقى لو جينا نتكلم عن الـ principle بتاع الـ SDS page، هنلاقي ان هو تكنيك انا بستخدم فيه البولي اكريلاميد جل الكتروفوريسيس علشان اعمل separation لبروتين ميكشر اعتمادا على السايز بتاعه. البولي اكريلامايد هو برضو طريقة بتشتغل كسيف سيباريتنج زي بتاعة الأجاروز بالظبط، بيتحرك عليها البارتكلز اعتمادا على الالكتريك تشارج بتاعتها. التشارجد مولكيول ده هيبدأ يتحرك في الالكتريك فيلد ناحية الالكترود اللي عكسه، يعني البروتين لما غطيته بنيجاتيف تشارج نتيجة الـ SDS ابتدى إن هو يتحرك ناحية البوستر. البروتينز هي تغطى بالـ SDS دي نيجاتيفلي تشارجد، فهتبدأ تتحرك ناحية الأنود اللي هو البوزيتيفلي تشارجد، وتفصل على حسب السايز بتاعها. بستخدم التكنيك ده ليه؟ بستخدم التكنيك ده علشان أفصل عينات البروتين عن بعض. طب إزاي؟ يبقى أنا سيباريت ماكرو مولكيولز اللي هي زي البروتين باي إلكتروفوريسيس.
كمان بستخدمه علشان اشوف المولكيولار ماس بتاعه البروتين قد ايه. مش احنا قلنا ان انا ممكن لو شفت الباندا دي قصاد الباندا انهي فيه اللادر، يبقى انا كده عرفت السايز بتاعها اللي هو المولكيولار ماس بتاعها. بس طبعا ده التكنيك بيبقى ريلاتيف، يعني ما بيدينيش بالظبط هي كذا، لا هي في الرينج ده في الحته دي. Determination of relative abundance of major proteins in a sample، يعني لو عندي sample وانا عارفه ان فيها اكتر من بروتين، عايز اشوف مين فيهم اكتر من التاني، مين فيهم موجود بكميه اكتر من التاني. برضو تعالى اشرح لكم الحته دي بالرسم، هتبان معاكم اكتر. لو ده كده عندي اهو الجل، وعندي فلنفرض ان هما تو لينز بس، حطيت هنا العينه رقم واحد وحطيت هنا العينه رقم اتنين، تمام؟ العينه رقم واحد فيها بروتين بسايز معين، العينه رقم اتنين فيها بروتين بنفس السايز، يعني الاتنين ليهم نفس السايز، ولكن الاختلاف في الابندنس بتاعهم، في كميه البروتين اللي موجوده قد ايه. تفتكروا هتفرق ازاي؟ هل هتطلع بند فوق وبند تحت؟ لا، بند فوق وبند تحت ده سايز، يعني لو انا عندي هنا بند وهنا بند ده الفرق بينهم في السايز، البند اللي فوق دي السايز بتاعها كبير والبند اللي تحت دي السايز بتاعها صغير. طيب العينه رقم واحد والعينه رقم اتنين فيهم نفس البروتين، طالما فيهم نفس البروتين يبقى هيطلع نفس السايز بتاعه، يبقى هيطلع البندات قصاد بعض اهي. طيب امال ايه الفرق ما بينهم؟ الفرق ما بينهم ان رقم اتنين طلعت البند تقيله تخينه، المنظر ده كده البند تقيله او تخينه، يعني ايه؟ يعني كميه البروتين هنا اكتر، كميه البروتين اكتر، مش السايز بتاعه مختلف. يعني البند دي اتخن، يبقى كميه البروتين اللي موجوده في العينه رقم اتنين اكتر من العينه رقم واحد، لان البند بتاعتها رفيعه، ولكن ستيل هو نفس البروتين لانه طالع على نفس السايز بالظبط. مهم جدا تبقوا عارفين الفرق ما بين الحاجات دي، الفرق ما بين فرق السايز وما بين فرق الريلاتيف اباندنس او الكميه بتاعت البروتين. تمام، ايه هو الرول بتاع الاس دي اس اللي هو الصوديوم دوكايل سلفيت؟ احنا قلنا ان ليه دورين، الدور الاولاني انه يعمل ديناتوريشن الكومبلكس ستراكشر بتاعت البروتين، يكسر التيرشري والسكندري والكواترنري كمان، يكسر الحاجات اللي هي كومبليكيتد قوي. وكمان يعمل كفرنج للبروتين ستراكشر باي نيجاتيف تشارج بحيث ان هو يتحرك ناحيه الانود بعد كده. طب امال ايه الرول بتاع البيج اللي هو البولي اكريلامايد جل الكتروفوريسيس؟ ده بقى اللي هيفصل عليه دي الشبكه او دي السفنجه او دي المش اللي هيفصل عليها عينات البروتين. طب هتعمل ايه؟ هتعمل ريتين للارجر مولكيولز فروم مايجريشن از فاست از سمولر وانز، يعني الحاجات الكبيره هتبقى فوق والحاجات الصغيره هتبقى تحت، وبالتالي الفاينل سيبريشن هيبقى اعتمادا على المولكيولر ماس بتاعه البروتين. تعالوا نشوف كده الخطوات بتاعه الشغل. اول حاجه السامبل بريباريشن، احنا قلنا ان السامبل دي بتيجي يا اما من تشو يا اما من حاجه اسمها السيل كلتشر. علشان هي جوه التشو او جوه السيلز هبدا ان انا اكسر التشو ده او اكسر السيلز دي علشان البروتين يطلع بره. طب اكسرها ازاي؟ باستخدام حاجه اسمها البلندر. البلندر ده حاجه زي مضرب البيض كده، بلندر او هوموجينايزر، الاثنين نفس الشكل نفس الماشين تقريبا، بس البلندر ده حاجه اكبر شويه، فهو بيستخدموه للارجر سامبل فوليوم. اما الهوموجينايزر فده حاجه اصغر شويه بتستخدموها للعينات الصغيره، او باي سونيكيشن، ده برضه تكنيك المفروض تعرفوه بس اسمه، هو برضه تكنيك بيستخدم علشان يكسر السيل وول بحيث ان هو يخرج البروتين بره. طيب بحط عليها ايه؟ ممكن احط عليها ديترجنتس، ممكن احط عليها صوص، ممكن احط عليها بافرز، بحيث ان هي تو انكارج لايسيس اوف سيلز وتعمل سوليبيليزيشن للبروتين عشان تساعد على ان السيلز تتكسر والبروتين يطلع. ومش بس البروتين يطلع، ده انا عايزاه يطلع كمان سولوبل، مش عايزاه يطلع ان هو يرص تحت، انا عايزاه يبقى دايب. دي الحته اللي قلنا عليها ان انا بحط بروتييز وبحط فوسفاتيز انهبيتورز، ليه؟ لان التشو اصلا بيبقى فيه بروتييز وبيبقى فيه فوسفاتيز، فلو انا سبته ان كونتاكت مع البروتين بتاعي اصلا ده هيكسر البروتين بتاعي، فبحط انهبيتورز ليهم بحيث ان هي تمنع الدايجستشن بتاع السامبل باي اتس اون انزيمز، لان هما بيبقوا مكسد مع بعض.
التشو بريباريشن غالبا بيتعمل في كولد تمبريتشر طبعا، لان البروتين ده حاجه لو تعرضت للحراره العاليه هتتكسر، فدايما بعمل التشو بريباريشن على تلج. يعني ايه على تلج؟ يعني بحط الحاجه اللي انا بحضر فيها البروتين بتاعي بحطها حواليها تلج، بحيث ان هو يمنع تكسير البروتين بالحراره. A combination of biochemical and mechanical techniques including filtration, centrifugation can be used. مش مهم قوي الجملة دي، المهم ان هي حاجة بستخدم تكنيكس كتير علشان ابدا افصل البروتين من السيلز اللي موجودة فيه. يبقى دي البروتين سامبل بعد ما فصلتها كده من التشو، هبدا احط عليها البفر بتاعي واسخنهم مع بعض عند درجة حرارة 95 لمدة 10 دقايق علشان اعمل denaturation للبروتين، بحيث ان انا اجهز خلاص دي كده السامبل بتاعتي اللي هتتحط خلاص في الويلز بتاعت البولي اكريلامايد جل. طب السامبل بافر دي عبارة عن ايه؟ السامبل بافر عبارة عن اديتا. احنا قلنا ايه فايدة الاديتا؟ ان هي تعمل كليشن للكالسيوم والمغنيسيوم بحيث ان هما ما يشتغلوش ككاتاليست للبروتييز، بحيث ان هي تمنع البروتيوليسيس بتاع البروتين. احط معاها تريس اتش سي ال، قلنا ان التريس ده عبارة عن بافر بيظبط بس البي اتش. جليسترول، ليه جليسترول؟ علشان يتقل لي العينة بحيث ان هي تدخل في الول. بروموفينول بلو، ليه؟ علشان تدي العينة لون بحيث ان انا ابقى شايفة العينات وانا بحطها، وبحيث ان انا ابقى شايفة البروموفينول بلو وهو بيتحرك قدامي على الجل، بعرف امتى افصل الجل ده وامتى خلاص اخده وابدا اصبغه. بحط ريديوسنج ايجنت اللي هم قلنا عليهم الدي دي تي او البيتا ميركابتو او التو ميركابتو ايثانول، وقلنا ان الريديوسنج ايجنت ده انا بحطه علشان يكسر الداي سلفايد كوفالنت بوند، الكوفالنت بوند اللي بتتكون ما بين الاثنين سلفر جوه البروتين. وبحط اس دي اس، وقلنا ان الاس دي اس ليه تو رولز هنقول عليهم كمان شويه، او يعني احنا اوريدي شرحنا. كل ده هو السامبل بافر بيتحط على عينة البروتين وبغليهم مع بعض عند 95 لمدة 10 دقايق. دي كده العينة اللي قدامي اللي هتتحط على طول في الويلز بتاعت الجل. يبقى الرول بتاع الإيديتا قلناه، وبتاع التريس قلناه، بتاع الجليسترول وبتاع البروموفينول. الريديوسنج ايجنت مكتوب اهو قدامكم، الدايثايوثيريتول اللي هو الدي دي تي او تو ميركابتو ايثانول بي ام اي، دول بيعملوا ريدكشن للدايسلفايد بوند. والاس دي اس قلنا ان هو بيكسر ال 2 او 3 دايمنشنال استراكشر بتاعه البروتين. يبقى لو ده كده عندي البروتين في النيتف فورم بتاعته، في الفورم اللي هي فولدد، هبدا اعمل له ديناتوريشن باستخدام الاس دي اس، هيبدا ان هو يكسره يفكه عن بعض ويتغطى بالاس دي اس اللي هو نيجاتيف تشارج. واما احط عليه بي ام اي كمان او دي دي تي، ده بيكسر الدايسلفايد بوند زي ما موجود قدامنا هنا اهو. لو دي الاوكسيدايز او النيتف بروتين، مش النيتف دي اللي هي اتكسر مثلا تيرشري وسكندري وفاضل بس الدايسلفايد بوند، هنا اللي بيقدر ان هو يكسر هنا الدي دي تي والتوم الكابتو ايثانول يبداوا يفصلوا الكوفالنت بوند اللي كانت متكونه دي. طيب كده انا حضرت العينه بتاعتي وخلاص جاهزه ان هي يتعمل لها ابلكيشن، ابدا احضر الجل. الجل عباره عن اس دي اس برضو، بيبقى في تركيب الجل اس دي اس، بيبقى فيه البولي اكريلامايد ميكشر. البولي اكريلامايد دول نوعين اكريلامايد بيتحطوا على بعض، تريس بميه، حاجه اسمها التمد وحاجه اسمها الاي بي اس. التمد اللي هو التترا ميثايل ايثايلين ديامين، والاي بي اس اللي هم الامونيوم بيرسلفيت. الاثنين دول عباره عن كاتاليست للبوليمرايزيشن بتاع الجل، يعني كاتاليست بيسرعوا شويه ان البولي اكريلامايد يمسك في بعضه. تمام. والتريس طبعا قلنا حاجه بتظبط برضو البفر، بتظبط البي اتش بتاعتي. قلنا ان عندي طبقتين من الجل بيتحضروا، الطبقه اللي تحت اسمها السيبريتنج او الريزولفنج، لان هنا بيبدا يفصل البروتين عن بعضه. الطبقه اللي فوق اسمها الستاكنج جل. لازم تبقوا عارفين ان الريزولفنج او السيبريتنج جل تركيز الاكريلامايد فيه بيبقى عالي، غالبا بيوصل ل 15%، والبي اتش بتاعته 8.8، الارقام دي بتتحفظ. الستيكنج تركيز الاكريلامايد بتاعه قليل بيوصل ل 4%، والبي اتش بتاعته بتبقى 6.8. اي تغييرات في البي اتش بتطلع شكل الجل مش مظبوط، بيطلع البندات لازقه في بعض، بيطلع فيه مشاكل في الشكل، ما بيطلعش مظبوط.
يبقى separating أو resolving gel in which protein separation is done ده بيتصب الأول أو يتحط الأول، وبعدين ال stacking ده contain lower acrylamide concentration عشان يخلي كل ال proteins to be stacked to the same starting point، إن هي تبدأ عند نفس ال starting point عشان يبدأ يحصل لها separation. ده بيبقى شكل الجهاز. الجهاز ده بيبقى عبارة عن طبقتين كده من الإزاز، يعني الطبقتين دي ودي دول طبقتين إزاز، بيبقى ما بينهم طبقة تانية إزاز رفيعة خالص وحواليها حاجتين رابر كده. الحاجتين الرابر دول أو بلاستيك تقيل شوية، الحاجتين دول هما اللي بيخلوا يعملوا مسافة ما بين الإزاز ده وما بين الإزاز ده بحيث إن الجل يصب ما بينهم، ويعملوا مسافة على الناحية التانية ما بين الإزاز ده برضو وما بين الإزاز ده بحيث إن الجل يتصب ما بينهم. بمعنى إن الشكل ده لما تضمه على بعض تقفلهم على بعض يبقى أنت كده هتصب جلين، هتصب جل الناحية دي ما بين الاتنين دول وهتصب جل الناحية دي ما بين الاتنين دول. تمام؟ في كل جل في كل ناحية منهم هتصب الأول الريزولفينج جل أو السيباريتنج جل، وبعدين هتصب فوقه الستاكينج جل وتحط الكومب. الكومب بيتحط فيه الستاكينج جل بحيث ان هو يعمل اللينز او الويلز الفتحات اللي هحط فيها العينات بتاعتي. طيب الاكريلامايد بوليمرايز از كونتينيوسلي ان ذا ابسنس اوف اكسجين. بمعنى الاكريلامايد علشان يمسك انا بحط له قلنا حاجه تسرع ان هو يمسك شويه اللي هم زي الاي بي اس او التنت او الاثنين يعني بيتحطوا مع بعض. طيب كمان هو علشان يحصل له بوليمرايزيشن عايز ان ما يبقاش فيه اي اكسجين خالص حواليه، فعلشان كده بعمل ايه؟ انا بحط السيباريت النجل وبحط فوقه ايزوبروبانول او ايزوبيوتانول. ليه؟ الايزوبروبانول او الايزوبيوتانول دول نوع انواع من انواع الكحول. الكحول ده بيعمل ايزوليشن، بيعزل الجل عن الهواء بحيث ان الجل ما يوصلهوش اي اكسجين خالص، وبالتالي يحصل له بوليمرايزيشن اسرع شويه. تمام. بعد طبعا ما الجل بيجمد بكب الايزوبروبانول او الايزوبيوتانول ده تاني، يعني هو بس وظيفته مؤقته ان هو بس يعمل ايزوليشن للجل ده عن الهواء ما يخليش اي اكسجين يوصل للجل. الكاتاليست اهي بتاعت البوليمرايزيشن الاي بي اس او التمد، او يعني بنحط كميه بسيطه وكميه بسيطه من الاثنين مع بعض. حضرت الجل وحضرت العينة، يبقى الخطوة رقم ثلاثة إن أنا أعمل لودينج، إن أنا أحط العينات بتاعتي جوه الويلز وبعدين أعمل رانينج للجل. الأنود أو البوزيتيف إلكترود لازم يبقى كونكتد تحت علشان البروتين يتحرك ناحيته. نيجاتيفلي تشارج البروتين هتبدأ تتحرك ناحية الأنود. الجل بيمشي عند فولتج هيمشي التراكنج داي أو البروموفينول برو لتحت as quickly as possible without overheating the gel. بمعنى أنا محتاجة فولت معين، الفولت ده عايز يجري البروتينات على الجل بسرعة معينة، بسرعة سريعة نسبيا، بس من غير ما يحصل اوفر هيتنج. يعني ايه اوفر هيتنج؟ احنا عارفين ان اي الكتريك كرنت ماشي في اي بفر درجه حراره البفر ده بتعلى، اي كهرباء ماشيه في حاجه فدرجه حراره البفر ده بتبقى عاليه. درجه الحراره العاليه دي ممكن تعمل لك برضه دي ناتيوريشن البروتين، ممكن تكسر عينات البروتين. فانا عايزه فولت معين يسمح بالفصل، يبقى يخلي فصل البروتين سريع بس في نفس الوقت ما يعملش اوفر هيتنج للشيء. الفولت ده غالبا بيبقى 150 فولت، احنا بنبقى دايما بنشغل الجهاز واحنا شغالين على 150 فولت، ده الفولت الاكيوريت. البي اتش طبعا لازم تبقى ادجستد، وكمان الكونسنتريشن بتاع الجل اكريلامايد لازم الاثنين من دول يبقوا مظبوطين. البي اتش بتاعت التريس اتش سي ال في السيباريتنج قلنا 8.8، والاكريلامايد عالي بيوصل ل 15%. بتاعة الستاكينج بي اتش 6 و8، والاكريلامايد بيبقى اقل بيبقى حوالي 4%. البي اتش بقى بتاعة الالكتروفوريسيس جلايسين بفر اللي هو البفر اللي بيتحط جوه التانك اللي هيغطي الجل ده، البي اتش بتاعته بتبقى 8.3. الصورة دي مهمة جدا ان انتوا تعرفوا البي اتش بتاعتها. ده السيباريتنج بي اتش 8 و8، ده الستاكينج بي اتش 6 و8، ده الجلايسين بفر او البفر اللي موجود في التانك اللي هو حوالين الجل ده البي اتش بتاعته 8 و3. لازم تحفظوا الثلاث ارقام.
كل البروتينز هتبدأ تجري independent على المولوكيولار ويت بتاعها فين؟ في الستاكنج جل، لأن البور سايز بتاعه كبير لغاية ما توصل نفس الستارتنج بوينت بتاع اللي هي بداية السيباريتنج جل، تبدأ بعد كده تتحرك بقى على حسب الويت أو على حسب السايز بتاعها. ده بيبقى الشكل اهو بتاع الجل قدامنا. لو نشوف كده احنا ادي العينات بتاعتنا حطيناها في الويلز، تمام. لو ركزنا شويه هنلاقي فيه خط خفيف خالص كده تحت العينات. الخط الخفيف قوي ده هو الخط بتاع الفرق ما بين الستاكنج وما بين السيباريتنج. انا هسيب العينات دي تنزل لغايه ما توصل للخط ده، شوفوا هتبقى عامله ازاي. بدات تتحرك كلها لغايه ما وصلت لخط واحد بس. الخط الواحد ده هو الستارتنج بوينت بتاعه الفصل جوه السيباريتنج جيل. هتبدا بقى تتحرك العينات جوه السيباريتنج جيل. طبعا عينات انا مش هشوفها، انا هشوف البرومو فين البلو ده. هيبدا الخط ده ينزل لتحت وينزل لتحت كمان وينزل لتحت كمان وكمان لغايه اخر الجهاز خالص. البروتينز هتبدا تفصل حسب الويت بتاعها. السمول طبعا هتتحرك اسرع، وهنعرف امتى الاند بتاعت الرن. هعرف امتى ان انا خلصت لما الداي بتاعتي توصل لنهايه الجل خالص اللي هو بالمنظر ده. تلاقوا الصبغه كلها خط واحد اهي نازله لاخر الجل، يبقى انا كده هفصل وابدا اطلع الجل ده واصبغه. لو برضو ركزتوا هنا هتلاقوا الخط الفاصل اهو ما بين الستاكنج وما بين السيباريتنج جل. برضو نفس الفكره، البروتين سامبل وحطيت الماركر، وبعدين ابتدى الماركر يتحرك اهو، ابتدت البروتين سامبل تتحرك هي كمان. بس اللون الازرق اللي انا شايفاه ده هو اللون بتاع البروموفينول بلو. بعد كده بفك الجل ده واخده اصبغه، هلاقي ان عندي البروتينات بتاعتي ابتدت تفصل بقى كده بندات كتير، هي دي البندات بتاعه البروتين. طبعا الجل بالمنظر ده معنى كده ان كل عيانه فيها مكشر من بروتينات كتير جدا، وده اللدر. طيب ايه الفرق ما بين اللدر ده واللدر ده؟ دي الحاجة اللي احنا قلناها في البداية، ده اسمه بري ستيند لادر، يعني الشركة مصنعاه ملون، فعشان كده احنا شايفينه أثناء الرن نفسها. إنما دي ده لادر تاني اسمه أن ستيند لادر، الشركة مصنعاه مش واخد لون، فعلشان كده لما صبغت الجل اتصبغ زيه زي البندات بتاعة البروتين باللون الأزرق. يعني هو مش الجل ده لما اتصبغ بقى ده، لأ هو ده جل فيه نوع لادر وده جل فيه نوع لادر تاني. ده البروتين لادر، يا اما بري ستيند زي ما هو في الصوره دي، يا اما ان ستيند زي ما هو في الصوره اللي تحت. ديس اسامبلي معناها انك تفك الجهاز وتطلع الجل وتبدا تعمل له ستيننج. لما الداي فرونت اللي هو الخط بتاع البروموفينول بلو يبقى نيرلي في البطن بتاع الجل، يبقى ساعتها هوقف الرن. بليتس دي هعمل لها سيباريشن، والجل ده هحطه في الستيننج داش. الستيننج داش ده بيبقى فيه دي ايونايزد ووتر، ميه، هعمل له بس هغسله كده سريعا بيها. بعد كده هحط عليها الستين اللي هي الصبغه. الصبغه دي حاجه اسمها الكوماسي بلو، طبعا واضح منها ان هي بتصبغ لون ازرق، بستخدمه بتركيز بسيط جدا 0.1% في 50% ميثانول ومعاه 10% جليشيال اسيتيك اسيد. الاثنين دول بيساعدوا البروتين ان يحصل له بريسبتيشن جوه الجل، وبيساعدوا ان البروم وان ان الكوماسي بلو يمسك فيه. يبقى الكوماسي بلو هيمسك بطريقه ايرفيرسبل مع البروتين، مع البندات بتاعه البروتين. في وجود الميثانول وفي وجود الجليشيال اسيتيك اسيد ده بيخليه يرسب، يعني بيخلي البند يظهر اتقل. طيب ستيننج يوجوالي دان اوفر نايت، دايما بسيب الستين دي اوفر نايت وبعمل اجيتيشن، يعني الطبق او الحاجه اللي انا حاطه فيها الصبغه بتبدا تتهز كده، يحصل لها اجيتيشن طول الليل بحيث ان هي تصبغ كويس. الاجيتيشن ده بيحرك الداي فبيساعد على البنتريشن، وبيساعد ان احنا نعمل انشورنج لليونيفورميتي بتاعت الستيننج، اتاكد ان الجل كله اتصبغ بطريقه يونيفورم. الصبغه المفروض ان انا لما حطيتها صبغت لي الجل كله، يعني لو ده كده الجل قدامنا، لو ده كده الجل قدامنا ودي اللينز اللي موجوده فيه ايا كان عددها ايه، عندي مثلا عينه بروتين ظهرت هنا وعينه بروتين ظهرت هنا، واحده هنا وواحده مثلا هنا فرضا.
طيب الجل ده لما هحطه في الصبغة كله على بعضه هيتصبغ أزرق، مش هبقى شايفة فيه بندات، هيبقى كله مصبوغ أزرق. طيب أمال لما أحطه فيه يبقى كله هيبقى مصبوغ أزرق. أمال لما أعمل له بقى حاجة اسمها دي ستيننج، دي ستيننج معناها إن أنا هشيل الكوماسي بيوم من على أي مكان في الجل مفيش فيه بروتين، لأن أنا قلت إن البروتين مع الكوماسي بلو بيمسكوا مع بعض irreversible، يعني مش هيفكوا من بعض تاني أبدا. في وجود الميثانون مع الليشير أسيتيك أسيد ده بيساعد إن هما يمسكوا في بعض ويحصل لهم بريسبتيشن كمان، فمش هيتحركوا من بعض تاني أبدا. أمال لو الكوماسي بلو موجود في أي حتة مش موجود فيها بروتين في الفراغات دي، لأ هو بس بيمسك لأن هي اتحطت في الصبغة طول الليل. بس أول ما تعمل خطوة اسمها دي ستيننج كل الخلفية كل الباك جراوند دي هتبيض تاني عادي خالص، واللي هيفضل أزرق هي البندات بتاعتي بس بتاعت الهوت. يبقى الإكسس داي بتتغسل باي دي ستيننج عبارة عن أسيتيك أسيد مع ميثانول وبرده بأجيتيشن. غالبا بستخدم الدي ستين على خطوتين، الخطوة الأولانية بيبقى فيها 50% ميثانول و10% أسيتيك، ده بيقعد ساعتين. بعد كده بستخدم تركيز اقل من الميثانول 7% مع نفس ال 10% اسيتيك تو فينش. تو فينش دي ممكن اقعدها اوفر نايت كمان. البروبيرلي ستين دي ستين جل اللي هو عملت له صبغه وبعدين عملت له دي ستيننج بيعمل لي بيبقى باين ازاي. بيبقى عباره عن باترن من بلو بروتين بانس اجينست اكلير باك جراوند، الباك جراوند بتبقى نظيفه خالص بيضه والبندات بتبقى زرقاء. بعد كده الجل ده بصوره علشان اعمل اناليسز واعمل دوكيومنتيشن علشان بقى اطلع الداتا بتاعتي مظبوطه. بعد طبعا الاوريجينال داي فرونت اللي هي عباره عن البروموفينو بلو دي بتروح على طول اصلا مع اول دي ستين، يعني اول ما احط الدي ستين هي بتروح خلاص على كده. ده بيبقى الشكل بتاعي اهو، ده عباره عن اللدغ بتاعي وده اللي هي البندات بتاعت البروتين. العينات 1 2 3 4 وهكذا، كل عينة فيها بروتين اهو وبروتين تاني، ده طبعا السايز بتاعه أكبر وده السايز بتاعه أصغر وده كميته أكبر من ده، وفي واحد تالت فوق خالص اهو موجود في بعض العينات ده السايز بتاعه أكبر كمان من ده وكميته بسيطة خالص، عشان كده البندات بتاعته باهتة. إنما أكتر بروتين موجود مينلي في العينات هو ده. بكده نكون خلصنا السكشن، أتمنى إن هو يكون كان بسيط وإن أنتوا تكونوا استوعبتوه. لو في أي حاجة طبعاً أنا موجودة معاكم. السكشن ده متصور فيديو موجود فيه كل الخطوات بالجهاز عملي بكل حاجة، هيبقى مطلوب منكم طبعاً إن أنتوا تشوفوا الفيديو عشان تبقوا متخيلين الموضوع أكتر. الفيديو موجود على الشانل بتاعت جامعة المنصورة، هتعملوا بس سيرش جوه للشانل بتاعت جامعة المنصورة بي اس دي اس بيج هتلاقوه متصور، احنا اللي مصورينه عندنا في القسم بالاجهزة بتاعتنا بالحاجة بتاعتنا، هتلاقوه ان شاء الله بسيط برضه وواضح. لو في اي حاجة انا موجودة طبعا معاكم. شكرا.